أهلا بكم. غداءت العملية الأمنية التي نفذها الجيش العراقي في الأنبار واستهدافه مقر للقاعدة بواسطة الطيران الحربي، حاول مجهولون اغتيال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه على الطريق السريع بين بغداد والفلوجة غربي العاصمة. وبحسب مرافق الوزير في حديثه للميادين، فإن الانفجار لم يوقع أي إصابات سوى أضرار بإحدى عجلات الموكب، إلا أن مصادر أخرى أكدت وقوع جريحين. الحكومة العراقية كانت أعلنت أنها شنت هجوما ناجحا على مخيم لعناصر مرتبطين بالقاعدة في منطقة تقع غرب الصحراء في محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا، وأظهرت مسلحين يهربون بعد الانفجار. وسنعود إلى أخبار العراق في سياق النشرة. رئيس الحكومة العراقية نور المالكي كان قد أعلن من مدينة كربلاء أن معركة الأنبار التي بدأها الجيش العراقي قبل 3 أيام ستكون حاسمة، داعيا إلى توحد العراقيين لبناء العراق الجديد الذي يتساوى فيه جميع أبنائه. المالكي دعا بعض الدول من دون أن يسميها إلى وقف تدخلها في العراق وزرع الفتن فيه، مشيرا إلى أن المخطط الذي يستهدف سوريا كان يفترض أن ينتقل لاحقا إلى العراق وإيران والأردن. نقف بوجه المخططات التي تريد أن تستهدف هذه النهضة الحسينية مع الأسف التي تقودها بعض الدول، معتقدة أنها حينما تزرع الفتنة وحينما تزرع الطائفية وحينما تقتل هنا وتقتل هناك أنها تستطيع أن تلعب بالتاريخ وأن تلعب بالحاضر وأن تبني مستقبلا أسود. نقول لهم كفوا وأوقفوا كل مؤامراتكم وتدخلاتكم، فالعراقيون قد وعوا الطريق. إلى مصر، حيث ضرب الإرهاب وبقوة في مصر بعيدة منتصف ليل أمس وتحديدا في مدينة الدقهلية في منطقة المنصورة شمال القاهرة، حاصدا وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المصرية 13 قتيلا و135 جريحا. وردا على الانفجار، احتشد المئات من المصريين أمام المبنى المستهدف وهتفوا ضد الإخوان المسلمين. تقرير رانا أبي جمعة. المكان الدقهلية الواقع شمال القاهرة، الزمان فجر الثلاثاء، الهدف الأمن المصري من جديد، النتيجة دمار طاول البشر كما الحجر. الوسيلة سيارة مفخخة أو أكثر استهدفت مبنى مديرية الأمن في المنطقة بالتزامن مع انعقاد اجتماع أمني لقادة المديرية، فانهارت واجهة المبنى الجانبي حيث كانوا مجتمعين وأجزاء أخرى في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد بحسب بيان لوزارة الداخلية. رئيس الحكومة سارع إلى التعليق على الحادث. حازم الببلاوي أكد أن المرتكبين لن يفلتوا من العقاب. وفق مستشاره الإعلامي شريف شوقي، أصابع الاتهام وجهت إلى الإخوان المسلمين. الببلاوي أعلن أن الجماعة منظمة إرهابية بعد أن أظهرت وجهها القبيح المتمثل بسفك الدماء والعبث بأمن مصر. أمن شدد وزير الداخلية من جهته على الاستمرار في تعزيزه. اللواء محمد إبراهيم وبعد الإشراف على عملية رفع الأنقاض من مسرح الانفجار وتفقد الجرحى، أكد متابعة مسيرة الحرب على الإرهاب وتوجيه الضربات الموجعة إلى الجماعات التي تتبناه. بدءا مني لأصغر مجند في الوزارة، مصرين على ان احنا نقضي على العمل وما يفتكروش ابدا ان حادث زي دوت هيرهبنا او يخوفنا. تحديدنا اصرار على مقاومتهم وعلى محاربتهم وعلى القضاء عليهم، وفي القريب العاجل باذن الله. يبقى ان جماعه الاخوان المسلمين دانت التفجير وعدته هجوما مباشرا على وحده الشعب المصري. في السياق الأمني، أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها دفعت بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت المهمة والحيوية خلال عملية الاستفتاء على الدستور. الإعلان يأتي بعد تحذير عدد من الأحزاب من خطة تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين لإرباك الدولة وإفشال الاستفتاء. أكد للشعب المصري أن إحنا بإذن الله حاطين خطط أمنية، بإذن الله هنأمن الدستور بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأن يوم الاستفتاء هيكون بإذن الله يوم آمن. إعلان وزارة الداخلية جاء بعد تردد معلومات عن وجود خطط وضعتها جماعة الإخوان لتعطيل عملية الاستفتاء. هيتصاعدوا بالأعمال الإرهابية في الشارع،
وفي الجامعات واستهداف منشآت، استهداف حاجات شرطية، أكمنة ثابتة، أكمنة متحركة، أقسام شرطة، بعض السجون، كل ده وارد جدا ومستعدين له من الآن فصاعد لغاية يوم الاستفتاء. استنفار الأجهزة الأمنية عده سياسيون جزءا من الحل وقطعا للطريق على أي محاولات لمنع المواطنين من الاستفتاء على الدستور. هذه الحشود وهذه القوى البشرية إن شاء الله إذا خرجت في الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير 2014 هتعمل على تذليل المعوقات التي يقوم بها جماعة المخالفين المسلمين لفشل هذا الدستور، لفشل العملية الانتخابية. جماعة الإخوان تراهن على إحجام المواطنين عن الاستفتاء أو على الأقل على التصويت ضده، فالإقبال الضعيف يضعف شرعية الدستور الجديد ويؤكد شعبيتها في البلاد كما ترى. تخوف البعض من وجود تحديات أمنية قد تواجه عملية الاستفتاء على الدستور، على الرغم من توقع السلطات الأمنية لحدوثه، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها الكامل للتصدي لمن يقوم به بكل قوة وحزم. محمد العارف، القاهرة، الميادين. محمد العارف ينضم إلينا الآن مباشرة من القاهرة. مرحبا محمد. إذا لو تطلعنا على آخر ما توصلت إليه التحقيقات حتى الساعة بما يتعلق باستهداف مديرية الأمن في الدقهلية. نعم، الآن أنا في مدينة المنصورة حيث تشيع جنازة شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي راح ضحيته عدد كبير من شهداء الشرطة والمواطنين العاديين. الآن تصلى الجنازة على شهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي، ومن ثم يدفنون إلى مثواهم الأخير. يوجد حالة من الحزن الشديد، حالة من يعني ربما لا توصف من الحزن والأسى الذي يعني ينتاب الجميع هنا، حتى المواطنين العاديين الذين يعني يصلون الجنازة في هذا المشهد المهيب. محمد، لو تحدثنا أكثر عن الحصيلة النهائية لهذا التفجير. الحصيلة النهائية حتى هذه اللحظة هي 13 شهيدا من قوات الشرطة والمواطنين الذين راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي، وعدد كبير من المصابين مصاب بجروح خطيرة في المستشفيات، ولكن العدد الرسمي حتى هذه اللحظة وفقا لوزارة الداخلية هو 13 شهيدا. شكرا جزيلا لك محمد العارف، مراسل الميادين في القاهرة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير الأمني اللواء حسام سويلم. سيادة اللواء، أهلا بك. إذن هذا تطور نوعي بالهجمات، هجمات عبر سيارة مفخخة استهدفت مديرية الأمن في الدقهلية، ماذا عن دلالات هذا التفجير بداية؟ طبعا هو عملية إجرامية حقيرة وخسيسة من جانب إرهابيين جبناء بيتلحفوا بالدين زورا وبهتانا، هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام، لا يبالوا بما ينتهكون من حرمات المسلمين من أرواح ودماء وممتلكات. وكشفت عن عمالة جماعة الإخوان وحلفائها لقوى خارجية معادية لمصر، رأسها أمريكا وقطر وتركيا، ودي قوى بتقوم بتمويل وبتدريب الإرهابيين. أي عملية انتحارية في أي مكان في العالم بما فيها الدول العظمى لا يمكن منعها إطلاقا، وثبت الكلام ده في أمريكا، وثبت الكلام ده في روسيا وفي إنجلترا وريبان إلى آخره. إنما هو توقيت ومكان العملية له مغزى. توقيت العملية من حيث اقتراب توقيت الاستفتاء على الدستور ورغبة هؤلاء القوى الخارجية وعملائهم في الداخل ورؤساء الإخوان من عرقلة هذه العملية بأي شكل من الأشكال خلال الفترة القادمة، وحتى 25 يناير الاحتفال بأعياد الثورة كما نعلم. وفي مخطط موجود للتنظيم الدولي للإخوان في تركيا لإثارة الاضطراب والعنف في مصر خلال الفترة الجاية حتى 25 يناير وما بعدها، بهدف إظهار الدولة المصرية بأنها دولة فاشلة غير قادرة على السيطرة على الموقف، ومخطط أيضا هجوم على سفارات وكنائس لإعطاء المبرر للتدخل الخارجي بدعوى حماية الأجانب وحماية المسيحيين وإيجاد مناطق آمنة للطوائف زي ما حصل في كوسوفو، وأدى بالتالي إلى توزيع تقسيم يوغوسلافيا 1999، وهذا ما يريدونه بمصر. المغزى الثاني من حيث المكان، ان لا نعلم ان الاسبوع الماضي قامت المظاهرات الاخوانيه بذبح سائق
في سيارة تاكسي لمجرد أنه ألقى كلاكسات لفض الطريق أو لتوسيع الطريق أمامه، وقاموا بعد كده بقتل هذا السائق. طيب. سيادة اللواء فقط عفوا على المقاطعة سيادة اللواء. في الدقهلية حصل أن في يوليو اللي فات حصل نفس المشكلة. وحصل نفس الاعتداء في الشارع الخلفي لمركز لمبنى مديرية أمن مديرية أمن المنصورة. سيادة اللواء عفوا على المقاطعة، لكن لو نشير الآن إلى أن هذه الصور مباشرة من المنصورة حيث يتم تشييع ضحايا التفجير الذي استهدف مديرية الأمن في الدقهلية. سيادة اللواء، المنفذون نجحوا بإيصال هذه السيارة المفخخة وبتفجير مديرية الأمن، لماذا برأيك نجحوا بذلك رغم كل الإجراءات الأمنية المتخذة؟ لا يمكن في أي دولة في العالم منع عملية انتحارية. ممكن تمنع حد بيهاجم مبنى أو بيهاجم مدرسة، إنما واحد بيدخل بعربية أو بيدخل بمتفجرات عشان خاطر يفجر نفسه أو عربيته أو موتوسيكل في مكان ما، من الصعب أنك تمنعه إلا إذا اكتشفته عن بعد وضربته بالنار وفجرته عن بعد، وبرضه هيحصل خسائر في الناس اللي حواليه. هذه العمليات من المؤكد قطعا صعب او في استحاله لمنع عمليات انتحاريه. انما واحد بيهاجمني اقدر ارد عليه واقدر ادفعه عن المكان الموجود فيه واقضي عليه، انما انتحاري صعب منعها. ولكن الجهود كلها بتوجه مش لمنع عمليه انتحاريه، لا، للامساك برؤوس هذه القوى والتمويل والتدريب والاماكن اللي هم بيقعدوا فيها واللي بيبعتوا التكليفات لها، القضيه الرؤوس نفسها والتنظيم نفسه وما يحصل عليه من تمويل خارجي وتدريب واماكن ياويه، هو ده العمليه الامنيه. انما الاهم من هذا، واللي انا لازلت بقول ان في تقصير، ان المنظومه الامنيه الرباعيه اللي المفروض فيها المعلومات ثم القوات ثم الضربات الاستباقية ثم الردع، سقط منها في مصر البعد الرابع اللي هو الردع. ده اللي مفروض ان احنا نفعله لتأديب وتخويف كل منظمات الإرهابية انها تفتح. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الأمني اللواء حسام سويلم، كنت معنا مباشرة من القاهرة. بعد إضراب عام عن الطعام خاضه مدة 277 يوما 3 أشهر و8 من السجن، خرج سامر العساوي إلى نور الحياة الحرة من جديد. في استقباله كان الآلاف من أبناء شعبه الفلسطيني. فتح باب السماء كما قال سامر العيساوي معبرا عن شعوره في هذا اليوم، يوم خرج من غياهب السجن وبرده إلى الحرية التي استحقها بعد نضال طويل باسم الأسرى الفلسطينيين كافة. عودة اليوم للقدس هو مفتاح لعودة اللاجئين من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. هذا يعني بأن الشعب الفلسطيني مصر على أن يظهر الاحتلال وأن يتحرر وأن يبني دولته. وأننا نقول لأبناء شعبنا، هذا الانتصار هو دليل على قدرتكم بتحقيق الانتصارات الأخرى. هذا انتصار يضاف للثورة الفلسطينية. الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني انتظروه على أحر من الجمر حتى لقائه في بلدته العيسوية في القدس المحتلة، متحدين كل معيقات الاحتلال وشرطته. موكب مهيب لم يغب فيه لا الصغير ولا الكبير، زف حتى منزل عائلته. ربنا هو اللي بيعمل المعجزات مش البني ادمين. يعني احنا اعتمادنا على رب العالمين، انا كنت دائما اعتمد على ربي في كل شيء. يعني لما كان يجي يحكوا لي سامر استشهد، يعني اقرا قران واقول يا ربي انت اعطيتني اياه وانت اولى فيه. هو الاضراب الاطول عن الطعام في التاريخ، وسامر لديه الكثير من الوقت بعده لتمضيته برفقة أحبته. هو سيقتنص وإياهم لحظات جديدة من الحياة التي حاول الاحتلال سلبها.
سامر العيساوي أثبت اليوم أن الإرادة المبنية على الحق لابد أن تنتصر ولو طال الزمن. هناء محميد من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، الميادين. احتفالات الإفراج عن الأسير العيساوي في فلسطين تتزامن مع الاحتفال في مدينة بيت لحم اليوم بعيد الميلاد المجيد، ولا سيما في كنيسة المهد، حيث بدأ المواطنون التجمع على أن يصل بعد ظهر اليوم موكب بطريرك القدس فؤاد طوال. عن الأجواء هناك تنضم إلينا مباشرة مراسلتنا نسرين سلمي. مرحبا نسرين، إذا لو تحدثيننا عن التحضيرات والأجواء في يوم عيد الميلاد المجيد. نعم، موكب البطريرك فؤاد طوال وصل فعلا إلى كنيسة المهد، وصل قبل قليل، تقدمته الفرق الكشفية ورجالات الدين كانوا ينتظرونه هنا في الساحة. قبل قليل فقط دخل إلى الساحة لبدء بصلاة تمهيدية ستكون الآن داخل الكنيسة، وبعدها جولة في داخل كنيسة المهد، وبعد ذلك يبدأ استقبال الزوار في داخل الكنيسة. بعد قليل أيضا ينتظر وصول الضيوف العرب الذين سيشاركون في احتفالات عيد الميلاد لهذه الليلة، من بينهم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، وكاثرين أشتون ممثلة السياسات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية البرتغال الذي أيضا سيصل إلى مدينة بيت لحم، وسيستقبلهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانتظار قداس منتصف الليل. المواطنون هنا لا زالوا يتجمعون في ساحة كنيسة المهد، وهناك عروض موسيقية وفرق قدمت من مختلف أنحاء المناطق الفلسطينية وأيضا من دول أوروبية. وزيرة السياحة رولا معايعة قالت أن هناك حوالي 50,000 سائح وصلوا إلى مدينة بيت لحم، طبعا معظمهم هم من فلسطينيي الداخل من مناطق المحتلة عام 48، وأيضا من مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية. وصل من قطاع غزة حوالي 60 إلى 70 مسيحي، هم من حصلوا على تصاريح من قبل قوات الاحتلال، وبعضهم حصل على تصريح لكنه لم يتمكن من الوصول إلى بيت لحم بسبب أن قوات الاحتلال كانت تعطي فقط لفرد من أفراد العائلة ولا تعطي الآخرين. في كل الأحوال نستضيف هنا السيد توني سلمان عضو مجلس بلدية بيت لحم ليحدثنا أكثر عن ترتيبات عيد الميلاد لهذا العام. سيد توني، ماذا يختلف عيد الميلاد هذا العام عن بقية الأعوام الأخرى؟ عيد العام هو عيد سلام، عيد محبة، وعيد متجدد، والاحتفال ينقسم إلى قسمين. الشعائر الدينية هي شعائر دينية تبقى كما هي، يعني مع اختلاف الأشخاص والوجوه، إلا أنه شعائر دينية تبقى كما هي بنفس البرنامج والبروتوكول والصلوات المتوارثة عبر السنين. فيما يتعلق في موضوع المدينة والبلدية ودور البلدية، طبعا البلدية السنة اجتهدت ووسعت في الفترة من الفترة الزمنية للاحتفالات، بدأت احتفالاتها في بداية شهر كانون أول 1/12، وكان انطلاق الاحتفالات بإضاءة شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم، ورافق إضاءة الشجرة سوق الميلاد اللي استمر لمدة أسبوع، وكذلك مهرجان الميلاد اللي ما زال مستمر لليوم وسوف يستمر إلى ما بعد اليوم إلى آخر نهاية الشهر تقريبا. طبعا مهرجان الميلاد الهدف منه أن تسعى البلدية لترويج بيت لحم أكثر للسياحة للحجيج الأجنبي، لأنه من المعروف أنه ليلة الميلاد هي ليلة أسرية أكثر، وترغب العائلات أن تحتفل الميلاد مع بعضها، وبالتالي لا يشكل عيد الميلاد موسم سياحي عالي على صعيد السياحة الخارجية. لكن سيد توني، إسرائيل منعت عدد من وزراء السياحة العرب من الوصول إلى بيت لحم، كيف سيؤثر ذلك؟ طبعا إسرائيل في منعها لوزراء السياحة العرب أو أي ضيوف عرب من المجيء إلى احتفالات الميلاد هو سعي من الإسرائيليين لمنع تجسيد مبدأ السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، لأنه بوجود عدد كبير من وزراء السياحة العرب أو أي وزراء آخرين في فترة الميلاد أو في أي فترة زمنية هو تجسيد للسيادة الوطنية ولدولة فلسطين على أرض الواقع. إسرائيل بتحاول من خلال سياستها التعسفية والقمعية منع وصول
وصول الشعب الفلسطيني إلى تجسيد سيادته الكاملة على الأرض الفلسطينية من خلال العقبات والعراقيل اللي بتوضعها أمام، سواء على مستوى السياحة أو على مستوى السياسة أو على مستوى إجراءاتها القمعية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وغيرها من إجراءات. أستاذ توني سلمان، عضو مجلس بلدية بيت لحم، شكرا جزيلا لك. شكرا. أريد أن أشير هنا إلى أن أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال اليوم أنه يكفي للفلسطينيين هرطقة، وأن بيت لحم هي مدينة إسرائيلية، وأن يسوع المسيح رسول السلام هو رسول يهودي أولا وليس فلسطيني، وهو يعود لليهود وليس للفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين أن يكفوا بالاحتفال بعيد الميلاد والترويج إلى أن بيت لحم مدينة مسيحية. لكن المسؤولين هنا والفلسطينيين يصرون أن مدينة بيت لحم هي مدينة فلسطينية، والمسيحيين هم جزء من الشعب الفلسطيني يناضلون من أجل حريته ومن أجل استقلاله. راسلة الميادين سرين سلمي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. سوريا، حيث حذر الرئيس بشار الأسد من أن الإرهاب آفة دولية يمكن أن تضرب في أي مكان وزمان. الأسد وخلال استقباله وفدا أستراليا في دمشق لفت إلى أن ما يجري في بلاده والمنطقة يؤثر في العالم برمته، وأضاف أن المشكلة مع الغرب هي أن بعض مسؤوليه يتصرفون مع قضايا المنطقة بمعايير مزدوجة وبمصالح ضيقة. التطورات تأتي فيما تتواصل الجهود الدولية لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهوزية دعوات المؤتمر، وشدد على وجوب دعوات إيران للمشاركة، لافتا إلى معارضة أعضاء بارزين في مجلس الأمن الدولي ذلك. You have heard me and Dr. Ibrahimi. استمعتم إلي وإلى الأخضر الإبراهيمي. نقول إننا ندعم مشاركة إيران. تستطيع إيران لعب دور مهم، إنها قوة إقليمية مهمة للغاية، لذا فمن النواحي المنطقية يجب أن تكون ممثلة في الاجتماع، ويجب على الأطراف كافة أن تكون ملتزمة بتطبيق نتائج جنيف 2 بالكامل. قلت والأخضر الإبراهيمي إنه يجب دعوتها، لكن للأسف هناك انقسام حول هذه المسألة بين دول مهمة في مجلس الأمن الدولي. الائتلاف السوري المعارض فقد أعلن أنه لن يشارك في مؤتمر جنيف 2 إذا استمر القصف الجوي الذي ينفذه الجيش السوري على شمال حلب وريفها منذ 9 أيام. وفي بيان له لفت الائتلاف إلى أن رئيسه أحمد الجربة هاتف وزيري خارجيتي بريطانيا وفرنسا ووضعهما في صورة قرار الائتلاف. في السياق السياسي، طرح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مبادرة للحل في سوريا تقوم على 3 مبادئ، أبرزها أن يقرر الشعب السوري شكل حكومته المستقبلية. التفاصيل في تقرير هبة الله بيطار. حان الوقت لصنع السلام في سوريا، مبادرة يطرحها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في مقالة مشتركة مع الكاتب روبرت باستر في صحيفة واشنطن بوست. اللاعبون الرئيسيون في سوريا يصرون على شروط مسبقة للنصر بحسب المقال، شروط ترمي إلى كسب حرب لا يمكن كسبها أكثر مما ترمي إلى التوصل إلى سلام. هنا يقدم الكاتبان اقتراحا مبنيا على 3 مبادئ تقوم على أساسها المباحثات المقبلة في جنيف. المبدأ الأول ينص على أن يقرر الشعب السوري شكل الحكومة المستقبلية على أساس انتخابات حرة تخضع لمراقبة من المجتمع الدولي ومنظمات غير حكومية. ثانيا، يضمن الفائزون في هذه الانتخابات احترام جميع المجموعات المذهبية والأقليات. أما المبدأ الثالث فهو نشر المجتمع الدولي قوة حفظ سلام قوية لتحقيق الهدفين السابقين، ومن يقبل هذه المبادئ من أطراف محلية أو إقليمية أو دولية يجب أن يرحب به في مفاوضات جنيف. الخطوة الأولى المهمة للحل وفقا للكاتبين هي تأليف لجنة للانتخابات موثوق بها مستقلة وغير حزبية، والخطوة الثانية هي وضع آلية أمنية لمنع أي طرف من تخريب الانتخابات أو الحيلولة دون تطبيق نتائجها. ومن الضروري أيضا بحسب كارتر وباستر موافقة روسيا والولايات المتحدة على هذه المقاربة، إضافة إلى توقف إيران وقوى إقليمية أخرى الدعم لحلفائها، وأخيرا أن تضع الأمم المتحدة السلام في سوريا على رأس الأولويات.
في التطورات الأمنية، يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في منطقة عدرا في ريف دمشق وسط أنباء عن تقدمه باتجاه مواقع أمامية. مصادر في الجيش الحر قالت للميادين أن مفاوضات إخراج المدنيين من عدرا فشلت بعد اشتراط المسلحين إخراج أهاليهم النازحين من دوما وحرستا وعربين. يستمر الجيش السوري في عملياته العسكرية في منطقة عدرا شمال شرق دمشق التي دخلها المسلحون قبل حوالي 10 أيام من مناطق دوما وعربين وحرستا. ويتقدم الجيش ببطء كبير في عملياته هذه نظرا لوجود أعداد هائلة من المدنيين. القصف المدفعي كان محددا ومركزا وغير مكثف بسبب القتال في مدينة لا تزال مأهولة بأغلب سكانها، لم يتمكنوا من النجاة لحظة وصول المسلحين. ولهذه الأسباب تبنى الجيش عمليات كوماندوس وفرق صغيرة كان يقوم بإنزالها خلف خطوط جيش الإسلام وغيره من مسلحي الغوطة تساندها قوات المشاة، فيما يرد المسلحون برماية القناصة وكذلك قذائف الهاون التي أحرقت واحدة منها إحدى خزانات الوقود في أكبر مستودعات الوقود هنا في منطقة عدرا. وهي معارك لم يتدخل فيها الطيران لتفادي خسائر أكبر في صفوف المدنيين بعد أن طالت أعدادا كبيرا منهم عمليات قتل نالت بالدرجة الأولى الموظفين الحكوميين والعسكريين من كل التنوع السوري بحسب رواية من نجا وهرب من عدرا. كان هدف المسلحين من فتح هذه المعركة من أجل القيام بتصفية حسابات واسعة مع الأهالي الذين يقطنون منطقة عدرا والذين لم يشكلوا لهم بيئة حاضنة، ولخرق الحصار المفروض على الغوطة الشرقية حيث كانت أولى العمليات التي قاموا بها بالسطو على مخازن الطحين والأفران، وكذلك من أجل إلهاء الجيش عن عملياته العسكرية وتأخير تقدمه في القلمون. من منطقة عدرا شمال شرق دمشق، ديما نصيف، الميادين. في الوضع الأمني أيضا، ورغم التوتر في محيط مقام السيدة زينب قرب دمشق، أحيت حشود من المواطنين مراسم أربعينية الإمام الحسين، وهي المرة الأولى التي تجري فيها هذه المراسم منذ نحو عامين بعد قيام وحدات من الجيش السوري بتأمين المناطق المحيطة ببلدة السيدة زينب وخصوصا بلدة الحجيرة والبحدلية والبويضة وإعادة أجواء الاستقرار والأمان إليها. ومن بلدة السيدة زينب ينضم إلينا مراسلنا محمد الخضر. مرحبا محمد، إذا لو تنقل لنا الصورة من حولك، كيف تبدو خاصة أنها المرة الأولى منذ نحو عامين تقريبا التي تجري فيها هذه المراسم، وماذا عن الإجراءات الأمنية؟ بالفعل أحمد، نحن هنا في مقام السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي. اليوم كان هناك إحياء لأربعينية الإمام الحسين. اللافت في هذه المراسم هو وجود المئات، وربما لا نبالغ إذا قلنا أن العدد ناهز الآلاف. هذه هي المرة الأولى التي تستعيد هذه الطقوس زخمها منذ حوالي عامين. ربما هي الأوضاع الأمنية، أو بالتأكيد هي الأوضاع الأمنية، وخصوصا بعد تأمين هذه المنطقة من قبل الجيش السوري قبل عدة أشهر، خصوصا أن الريف المحيط أو البلدات المحيطة بهذه المنطقة هي كانت بلدات ساخنة ومناطق اشتباك، وكانت تستهدف منها منطقة السيدة زينب بشكل عام. الجيش السوري بعد السيطرة على تلك البلدات، نحن نتحدث تحديدا عن الحسينية، عن الديابية، عن البويضة وحتى حجيرة، أمن بشكل كبير جدا هذه المنطقة. ربما هو ما ساعد وطمأن زوار وزوار هذه المنطقة، زوار هذا المقام من أجل إحياء هذه المراسم. الإجراءات الأمنية كانت هنا بالفعل هي إجراءات اعتيادية تماما. كانت لنا جولة في شوارع هذه المنطقة، هناك حركة بالتأكيد ليست كما قبل لكنها هي أقرب للاعتيادية. الناس هنا ربما متفائلة ومطمئنة إلى أن الأمور قد تعود تدريجيا وبشكل أسرع مع الأيام القادمة مع هذه المناخات. نعم. التي شهدت محمد، عفوا على المقاطعة، ولكن لو أمكن يعني أن نرى من خلال الكاميرا المواطنين المحتشدين. نعم. من خلفك. نعم، هذه الصورة تقريبا للمقام تقريبا. نحن هنا لا ننسى أننا في ساعات تقريبا العصر كانت الاحتفالات تتركز تحديدا في ساعات الظهر، وهي مستمرة منذ يومين، وربما غدا تبلغ ذروتها في إحياء هذه المراسم الدينية أربعينية الإمام الحسين. الناس القادمة إلى هذا المقام هي ليس فقط من دمشق، هناك كما التقينا مع بعض الناس هنا كانوا قادمين من لبنان وحتى من البحرين، من الكويت، من السعودية. كانت هناك بالفعل أفواج تأتي من تلك الدول من أجل إحياء هذه المراسم.
محمد الخضر مراسل الميادين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بلدة السيدة زينب. في غزة ووسط تزايد عمليات استهداف إسرائيليين، قالت مصادر طبية إسرائيلية أن رجل الأمن الإسرائيلي توفي بعد إصابته برصاصة قناص فلسطيني قرب جدار غزة. القناص الفلسطيني أطلق رصاصة واحدة باتجاه أحد رجال الأمن العاملين في شركة حراسة إسرائيلية تحاول إعادة جدار العزل الذي سقط بفعل الأمطار أخيرا. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى تصاعدا في عمليات المقاومة الفلسطينية ولا سيما في القدس المحتلة، وتخشى من أن يشكل واقعا جديدا. تقرير منال إسماعيل. خارطة التهديدات في إسرائيل تغيرت في ظل موجة العمليات الأخيرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي، هكذا وصفت القناة الثانية الوضع الأمني في إسرائيل. وصف استند إلى معطيات الشباك الإسرائيلي التي تحدثت عن ارتفاع حاد طرأ على عمليات المقاومة الفلسطينية المنفذة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال عام 2003، حيث سجل حصول 167 عملية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وحده. تقرير الشباك هذا تقاطع مع تقديرات المؤسسة الأمنية التي تستعد لارتفاع إضافي في عمليات المقاومة خلال الربيع المقبل في حال فشل المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. من الواضح تماما أننا بتنا في وضع جديد مع الفلسطينيين في الأشهر الستة الأخيرة، وضع فيه عنف متصاعد لكنه غير موجه وغير منظم. في الشباك لا يعرفون أي اسم يطلقونه على هذا، لكن لا شك في أنه وضع جديد، يبدو أن هذا العنف سيتصاعد. معطيات الشباك ترافقت مع إرباك إسرائيلي في تحديد خطورة ما يحدث، فمقابل محاولات البعض التقليل من أهمية هذه العمليات واعتبارها عملا فرديا لا عملا منظما، ترى أوساط أخرى أنها ظاهرة مقلقة يجب أخذها في الحسبان. الشباك يحاول معرفة من نفذ هذه العمليات، وهو يفحص كل الخيارات بدءا من الأشخاص الذين أتوا من الخارج وصولا إلى الإسرائيليين الذين في الداخل. هذا الأمر يجب أن ينتهي سريعا لأن هذا ما سيخلق الردع. القناة العاشرة ذكرت أن المؤسسة الأمنية لا تسقط إمكانية أن يكون أفراد من فلسطيني 48 هم من يقفون خلف هذه العمليات، فيما تحدثت صحيفة يديعوت أحرنوت عن احتمال يجري فحصه حاليا في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهو إمكانية وقوف منظمة غير فلسطينية وراء تفجير الحافلة في بيت يام. في تونس جرى التوافق على في جلسة الحوار الوطني على انطلاق العد التنازلي للحكومة والمجلس التأسيسي غدا مع انعقاد جلسة للحوار صباح الأربعاء. الحوار الوطني استؤنف وسط تأكيد الأفرقاء أن يكون 14 من كانون الثاني يناير المقبل موعدا للاحتفال بالثورة وإتمام كل بنود خارطة طريق مبادرة الرباعي. تقرير مراسلنا بلال مبروك. 14 من الشهر المقبل سيكون حاسما، والاحتفال بذكرى الثورة سيكون مكللا بالاتفاق على كل القضايا الخلافية من الحكومة إلى الانتخابات والدستور وغيرها. المتحاورون أرادوا توجيه رسائل إيجابية إلى التونسيين مع استئنافهم الحوار. أكدنا على معنى أنه ختم المسارات يتم قبل 14 جانفي، تكون أحسن هدية لشعبنا في ذكرى الثورة هو أنه حوار الوطن ينجح، هو أنه أعطينا دستور البلاد، هو أنه أعطيه يعني هيئة عليا للانتخابات قادرة باش تحدد تاريخ وضع الانتخابات وتنطلق البلاد في المسار هذايا. كلام يدعمه تذليل للكثير من الإشكاليات العالقة بعد تقدم أعمال الموافقة على الدستور وحصول توافق على آليات تأليف الهيئة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة. مسار انتخابي تقريبا نظرنا فيه واتفقنا، ومسار تأسيسي ومسار حكومي. بالنسبة للمسار الانتخابي اتفقنا في الحل اللي باش نقترحه على لجنة الفرز، وهو إحالة، طبعا هذا بعد استشارة المحكمة الإدارية، وهو إحالة ال 400 ملف إلى الجلسة العامة، والجلسة العامة سيت نفسها فتصوت كما ترى. أيام قليلة فقط تفصل مهدي جمعة عن تأليف حكومته العتيدة. العداد متاع الأسبوعين باش يبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء 25 بصفة رسمية، بحيث في يدو أسبوعين باش الرئيس الحكومة الجديد باش يشكل حكومته انطلاقا من يوم 25 الأربعاء القادم. أما عن استقالة فهي موجودة بالتأكيد بعد ما تتشكل حكومته وتستقيل هذه الحكومة. ساعات قليلة إذن وتصبح خارطة الطريق قيد التنفيذ، لعلها تحلحل أزمات سياسية وأمنية أرهقت البلاد. جلسة غلب عليها البعد الترتيبي وإعادة تحديد سياقات الحوار،
حرصا على تجاوز عثرات المحطات السابقة وتحقيق مبادرة الرباعي لأهدافها. بلال مبروك، تونس، الميادين. تواجه الكويت أزمة سياسية جديدة أدت إلى استقالة الحكومة، فيما رأى محللون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق إلى حل للعقدة الحكومية. مصادر إعلامية تتوقع يعيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح تكليف الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة. تقرير غفران مصطفى. تقف الكويت أمام أزمة سياسية بعدما قدمت الحكومة استقالتها إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحسب ما صرح به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، فيما رأى محللون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام تعديل حكومي. استقالة الحكومة جاءت بعد إصدار المحكمة الدستورية قراراتها في شأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية في تموز يوليو الماضي، في وقت حصنت فيه المحكمة مجلس الأمة رافضة طعونا بإلغائه، واكتفت بإبطال عضوية نائبين وتعيين آخرين مكانهما في الدائرتين الأولى والثالثة. في المقابل قاطعت المعارضة المحكمة وغابت عن المجلس الحالي متجاهلة قراره. مصادر إعلامية رجحت قبول الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح الاستقالة، وطلبه من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تكليف رئيس وزراء جديد وتأليف الحكومة الجديدة. وتابعت المصادر أنه من المتوقع أن يعيد الأمير تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح رئاسة الحكومة، وأن يختار الأخير تشكيلا يراعي المواءمة السياسية. تعرضت الكويت في السنوات الأخيرة لأزمات سياسية عدة تسببت في استقالة الحكومة 12 مرة وحل البرلمان 6 مرات، وذلك بعدما كثر الحديث عن انتشار الفساد والرشوة في دوائر الدولة وكثرة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الحكومة والوزراء الشيوخ. الجدير بالذكر أن مجلس الأمة حل أول مرة عام 1976 بسبب خلافات على الدستور وتراكم مشاريع القوانين. في اليمن قتل 4 جنود في بلدة عتق جنوب البلاد في اشتباكات مسلحة اندلعت مع نشطاء من الحراك الجنوبي كانوا ينظمون مسيرة اعتيادية ويحملون السلاح قرب سوق الخضار وسط المدينة، وكان 3 جنود قد قتلوا وأصيب 14 شخصا في حصيلة مواجهات نشبت بين الجيش ورجال القبائل في منطقة الضالع شمال عدن. الاشتباكات المسلحة تستمر فيما يعرف بالهبة الشعبية التي أطلقتها قبائل حضرموت وطالبت فيها بالاقتصاص من قتلة أحد شيوخ العشائر وبخروج القوات الأمنية من مناطقهم. وفي مدينة عدن جرح شابان في إطلاق نار على مسيرة لقوى الحراك الجنوبي في حي التواهي بالمدينة. السودان، حيث رفضت قوى المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2015 مطالبة بتأليف حكومة انتقالية وأقرار دستور ديمقراطي. المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام حمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية إفراغ الدستور الحالي من محتواه، فيما رفض القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف الخوض في أي احتمالات لمشاركة حزبه في الانتخابات قبل تهيئة المناخ السياسي. السلام عليكم. نبدأ محطتنا الاقتصادية من سوريا، حيث اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي أديب ميالة أن العقوبات المفروضة على بلاده ظالمة. وفي حديث خاص لقناة الميادين وصف موقف بعض الدول العربية من بلاده بأنه أسوأ من موقف إسرائيل، بأن بعض هذه الدول أو بعض الدول العربية أصبحت تشكل خطرا على الأمة العربية يوازي الخطر الذي تشكله إسرائيل إن لم يكن أكثر. شيء طبيعي، هذا الواقع يا أخي، هذا الواقع. برأيك أليس هذا واقعا؟ أليس هذا واقعا؟ هذا الحوار تشاهدونه كاملا يوم غد الأربعاء ضمن حوار الساعة في تمام 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف. نبقى في سوريا، حيث طرحت البلاد مناقصة لشراء 50,000 طن من الطحين يتم سداد ثمنها عبر خط الائتمان الإيراني. وفي وقت سابق من الشهر الحالي اشترت سوريا كميات من السكر والأرز والزيوت النباتية بالاعتماد على خط الائتمان الإيراني، حيث يتم السداد إلى التجار عبر مصارف إيرانية باستخدام اليورو.
ارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية بنسبة 14.5% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الصين تصدرت الدول المصدرة إليها والمستوردة منها في الربع الثالث واحتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 14% من إجمالي قيمة الصادرات. قطر وإيران تتعاونان في إنتاج الغاز. شركة قطر للبترول قدمت عرضا لمساعدة إيران على تطوير حصتها في أكبر حقل غاز في العالم ما يعود بالفائدة لكليهما. ويشكل حقل الغاز الضخم باريس الجنوبي الغالبية العظمى من إنتاج الغاز القطري ونحو 60% من إيرادات صادراته. ووضعت طهران في أولوياتها تعزيز الإنتاج من حقل باريس الجنوبي فيما تخشى الدوحة أن تؤدي المبالغة في نشاط الحفر الإيراني إلى إضعاف معدلات الاستخراج في كلا البلدين. تراجع إنتاج جنوب السودان من النفط 45,000 برميل يوميا ليبلغ 200,000 برميل يوميا بعد توقف عمل حقول ولاية الوحدة بسبب الحرب. وفقدت حكومة جنوب السودان السيطرة على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، فيما يستمر إنتاج ولاية أعالي النيل والذي يبلغ 200,000 برميل يوميا. رصدت الصين 6.5 مليار دولار لتمويل مشروع إنتاج الطاقة النووية في باكستان في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. ويكلف المشروع 9.6 مليار دولار ويشمل بناء مفاعلين بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,100 ميجاوات لكل منهما. وينتهي المشروع عام 2019 حيث ينتج طاقة تفوق كافة المفاعلات العاملة في باكستان مجتمعة. سجل سعر الذهب ما يقارب من 1,200 دولار للأونصة ويتجه إلى أدنى سعر خلال 6 أشهر وسط معاملات هزيلة مع نهاية العام. وتأثر المعدن سلبا ببيانات قوية للإنفاق الأمريكي نالت من جاذبيته كملاذ آمن. ويتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة سنوية في 32 عاما بعدما انخفض بنحو 30% هذا العام، فيما تراجعت الفضة 15% لتسجل 19.30 دولارا للأونصة. 1,600 مليار دولار حجم اقتصاد سانتا كلوز حول العالم. ولو كان بابا نويل كما يسمى في العالم العربي اسما لماركة لكانت الأغلى على الأرض وفق تقديرات الخبير في شؤون المعاملات التجارية ديفيد هاجا، الذي توقع أن يكون لنفقات عيد الميلاد هذا العام أثر كبير في تنشيط الاقتصاد العالمي. نخمن أن أسواق التجزئة استفادت من حجم مبيعات يبلغ 800 مليار دولار. نحو 500 مليار هي قيمة تكاليف النقل المرتبطة بعيد الميلاد، يضاف إليها 200 مليار لحجز الفنادق والشقق المفروشة. هذه المبالغ وغيرها يمكن وصفها بأنها نفقات عيد الميلاد حول العالم. بغداد في تاريخها وحاضرها رمز ومركز للعلم والمعرفة، حيث تنوعت بيوتات الثقافة والأدب والشعر وفيها أسست أولى المسارح العربية. لكن الغزو الأمريكي والاضطراب الأمني الذي تبعه أثرا في واقع الفن والثقافة بقوة. هذا المسرح وسط العاصمة العراقية بغداد، أغلقت أبوابه وسكنه مهجرون. شارع الرسامين هنا جنوب العاصمة هجره معظم رواده بعد اغتيال وتهديد طالا فنانا تشكيليا. بغداد لم تعد تعقد مؤتمراتها وجلساتها الشعرية حول أبو نواس عند ضفاف دجلة. تأثرت هي ومدن عراقية أخرى ناهيك من رموزها وفنانيها ومثقفيها بالاحتلال الأمريكي وتداعياته. فالمسارح بدأت تقدم عروضها نهارا وبحراسة أمنية مشددة، والدخول إلى شارع المتنبي ملتقى المثقفين مع كاميرا يتطلب موافقة مسبقة. والمثقف العراقي وجد في الأحزاب أحيانا مكانا لتقديم جديده. إصرار الفنانين على مواصلة عملهم هي التي دفعت يعني حركة الفن إلى المواصلة، لا أقول إلى التقدم والتطور الكثير ولكن إلى التواصل. سنة بغداد عاصمة الثقافة العربية لم يظهر ولا فيلم من هذه الأفلام. الوضع الأمني الهش هو إذن الذي ترك بصمته
أعمال أنتجت على صعيد شخصي ومشاركات خجولة لمعارض رسم ومنتديات شعرية، لكن الإبداع يبقى ذاتيا. هناك كتب نوعية مهمة تظهر وتؤثر في الساحة وتبقى مثار سجال وجدال في الوسط الثقافي والإعلامي والصحفي، كل هذا أحيانا نفتقر إليه دون أن ننكر أيضا أنه الواقع الأمني الهش المتردي يترك بصماته السلبية والسيئة على هذا الواقع الثقافي. واقع ربما كان مأساويا إلى درجة أن أقدم الشاعر الشعبي فاضل عبد السادة العضو المؤسس في رابطة شعراء البصرة على الانتحار. ربما هو لم يتحمل ضغط الأوضاع، لكن آخرين صمموا على البقاء والبناء بالكلمة. موازنة صعبة بين رسالة المثقف العراقي وواقع بلاد الرافدين اليوم، لكن بلد الحرف الأول أسند بيد مثقفيه وأعمالهم عندما حاولوا كسره. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. السلام عليكم. لليوم الثالث على التوالي يواصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عطلته لمناسبة عيد الميلاد. أوباما أمضى برفقة عائلته يومه في منتجع ميد باسيفيك في هاواي. الرئيس حيى معجبيه المحتشدين لمعايدته وإلقاء التحية عليه. أوباما نال تشجيع الحاضرين، أحدهم مازحه قائلا: من المؤكد أنك أقوى رؤساء العالم، لكن أدائك في الجولف متواضع وفي مستوانا. سباق سانتا كلوز في البيرو، محطة رياضية جديدة حول العالم احتفالا بعيد الميلاد. عشرات المتسابقين ارتدوا زي سانتا كلوز وجابوا شوارع مدينة هانكايو في تقليد سنوي. على ارتفاع يفوق 3000 متر رقد المحتفلون في ضغط جوي مرتفع. عدد قليل من بابا نويل استطاعوا إكمال السباق. عدة محطات استراحة تخللت السباق لمنح المتسابقين جرعات المياه. جوائز عديدة وزعت على الفائزين في ختام السباق الذي يعود ريعه إلى مؤسسات خاصة ترعى أطفالا مرضى. طفلة في العاشرة من عمرها غيرت مفهوم ركوب الخيل. آلا سالاندر حولت الفارس إلى فرس وقفزت كالحصان فوق الحواجز برشاقة. الطفلة الأمريكية تخطت الحواجز بسهولة ولا تجد أي مشكلة في استقبال الأرض بكلتي يديها. لم تشكل العارضات البالغ ارتفاعها مترا وعشرة سنتيمترات أي عائق بوجه لياقتها الاستثنائية، إذ هبطت فوقها بانسياب وسلاسة. فلاديمير بيتكوفيتش خليفة أوتمار هيتسفيلد في تدريب المنتخب السويسري بعد مونديال البرازيل. الاتحاد السويسري كشف توقيع اتفاق مبدئي مع المدرب البوسني الكرواتي لفريق لاتسيو. قرار اعتزال المدرب الألماني قبل شهرين عجل في إتمام صفقة المدرب السويسري الجنسية، ويسري مفعول القسم الأول من الاتفاق اعتبارا من الأول من تموز 2014 حتى نهاية العام التالي. تأهل سويسرا إلى نهائيات يورو 2016 سيمدد العقد تلقائيا حتى نهاية البطولة المقرر إقامتها في فرنسا. أخيرا مدد أندريس إنييستا عقده مع فريقه برشلونة في خطوة شبهت بعيدية من الرئيس ساندرو روسيل إلى جماهير البلوغرانا في ليلة الميلاد. لاعب الوسط وقع عقد تمديد لثلاثة مواسم حتى عام 2018. العقد تضمن شرطا يسمح للرسام بتمديد عقده تلقائيا بشكل سنوي. وسبق لابن 29 عاما الانضمام إلى برشلونة قبل 15 عاما. خاض أول مباراة رسمية له عام 2002 ووقع يوم الأحد الفائت ظهوره 80 بعد 400 أمام ختافي. إنييستا سجل 48 هدفا وساهم على نحو رئيس في الفوز ب 21 لقبا محليا وقاريا وعالميا. لن تحول إصابة ليونيل ميسي دون مشاركته في حفل وداع مواطنه جابرييل ميليتو. نجم برشلونة المصاب قرر الحضور رمزيا بعد غد إلى ملعب إنديبندنتي ليشهد مباراة اعتزال زميله السابق في النادي الكتالوني. ميليتو أكد حضور البرغوث مباراة اعتزاله في ودية تجمع فريقي أصدقاء ميليتو بقيادة خوسيه بيكرمان وفريق إنديبندنتي بطل الدوري عام 2002. ويتوقع مشاركة دييغو ميليتو شقيق جابرييل وماسكيرانو وزانيتي وستيفان كامبياسو ودييغو فورلان.
قاد ديفيد لي فريقه جولدن ستيت إلى الفوز على دينفر ناغتس. نجم واريورز سجل 28 نقطة و10 كرات مرتدة وأنهى بها اللقاء لمصلحة الضيوف ب89 نقطة ل81. لي سجل 9 ثنائية مزدوجة على التوالي له هذا الموسم. واريورز حقق فوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته العشر الأخيرة. وفي أول ظهور له في هذا الموسم اكتفى أندري إيغودالا ب12 نقطة. ثالث مجموعة الهادئ ألحق بدينفر خسارته الرابعة تواليا. تايل لاوسون سجل 16 نقطة ولم يفلح في إنقاذ ثالث مجموعة الشمال الغربي من الخسارة السابعة له في آخر 10 مباريات.